طيب دائما الناس رابطين الكوميديا انه الواحد يكون مليان، فانت تعتقد الواحد لما ينحف يصير دمه تقيل ولا يتغير؟ يا الله انا عانيت في الموضوع ده من بعد العمليه. يا جماعه انا بعد العمليه يعني بالمناسبه انا نازل لغايه دلوقتي من ساعه من بعد ما عملت العمليه 98 كيلو. ما شاء الله صلى على النبي. انت كم صار لك؟ تصفقوا له ايه فيه؟ ايش الدكتور ده الشاطر؟ كم صار لك عمليه؟ سنه وشهر تقريبا. صلى على النبي. تمام. ألف. فطبيعي خلال فتره النزول دي بيحصل في الجسم يعني نزول في الفيتامينز، لخبطه في الهرمونات، مش عارف ايه الكلام ده، فالمزاج بينزل معاها برضه. ومفيش انسان بيفضل توب دايما. هذا هو، هذا اللي زي اللي يكون كوميدي ممثل وتشوفه في الشارع، تتذكر لما قلتها؟ طب انه بس هو الرجال في الشارع ما في داعي. لا لا انا بتكلم في في ناس بقى للاسف مش قادره تتقبل الجزئيه دي، ان انا فعلا انا في فترات كنت بتعب فيها بعد العمليه. فانا يلا مزاجي ان انا يعني اقوم اكل اخد حبوبي او كده او مش عارف، هدول لا عايزين هزار وضحك كمان. طب انت اللي عودتنا. انا اعمل ايه، انا غلطان. انت عودتنا واحنا ما تنعطى وجه. توبه. تعرف فاكر المقطع حقك اللي انت تقول انا فيني غلقه؟ والله لا لا حطيته. ما كانش كده. لا ايش تقول؟ مساء الخير يا جماعه انا فيني غلقه. والله من كثر ما اضحك عليه حطيته عندي في التيك توك، وكل احد تعرفي عندك رقمه؟ ايه يا جماعه واحد عجبه. الله العظيم.